ترتكز استراتيجية مجموعة بريد الإمارات على رؤية الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والتي استخلصت منها رؤية الإمارات 2021 والتي تبني عليها الجهات الاتحادية خططها الاستراتيجية. ومن أهم الأمور التي تصيغ استراتيجية المجموعة هو تطوير خدمات المتعاملين وتوفير الخدمات المميزة، ويقع جل اهتمام المجموعة في الاستثمار في الطاقات البشرية المواطنة للارتكاز على بنية تحتية قوية تعزز من خلالها مكانة الدولة عالميا. ومن هنا توفر المجموعة فرص تدريبية مميزة خلال الدورات التي يقدمها مركز التدريب التابع للمجموعة، أو من خلال الدورات الخارجية لضمان تأهيل الموظف الشامل وقادر على تحمل المسؤولية والإعداد قيادات مميزة، والاستقطاب الكوادر الوطنية المواطنة والمحافظة عليها. نعمل بشكل دؤوب على تطوير رأس المال البشري، ونسعى إلى تحقيق أعلى مستويات الولاء المؤسسي للموظفين. ومن هنا ندعو أبنائنا وبناتنا من شباب الإمارات إلى الانضمام إلى فريق العمل في مجموعة بريد الإمارات.